درجات حرارة أعلى من معدلاتها لتكون الأجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ورياح جنوبية شرقية تنشط أحياناً. وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بالمرتفع الجوي المؤثر على طبقات الجو العليا لتكون الأجواء أعلى من معدلاتها ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام بما يقارب من 3 إلى 5 درجات مئوية. وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة تكون الأجواء لطيفة في ساعات النهار في معظم مناطق المملكة وتصل إلى أن تكون دافئة في البحر الميت والأغوار والعقبة، ومتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل. أما في العاصمة عمان وفي ساعات الليل متوقع أن يكون هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 9 كيلومترات في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء درجات الحرارة نهارا متقاربة ما بين 16 إلى 15 درجة مئوية، ودرجات الحرارة الليلية ما بين 9 إلى 8 درجات مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، حيث تكون الأجواء غائمة جزئيا من 20 إلى 11 درجة، في المفرق من 18 إلى 8 درجات، في جرش من 20 إلى 10 درجات، وفي عجلون من 19 إلى 11 درجة في ساعات المساء. في العاصمة عمان 16 إلى 9 درجات، في الزرقاء 19 إلى 8 درجات، في البلقاء من 18 إلى 9 درجات أيضا، في مادبة من 17 إلى 10 درجات، وفي البحر الميت من 25 إلى 17 درجة مئوية وأجواء لطيفة إلى دافئة كما ذكرنا سابقا. في الكرك أجواء مشمسة من 18 إلى 11، في الطفيلة من 17 إلى 10، في معان من 17 إلى 6 درجات، وفي جبال الشراء من 15 إلى 8 درجات، وفي العقبة من 24 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية رويشت 17 إلى 6 درجات، في الصفاوي 18 إلى 7 درجات، وفي الأزرق من 19 إلى 8 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.